مهدي وبنت عمته بيناتهم تقول انت قصة حب. طيب مهدي عمره 24 سنة وبش يقرر انه يحرق، بش يقرر انه يحرق لإيطاليا. نجوى بنت عمته أكيد ما كانتش من العكسين ومشيت معاه في هذا الحل، اختلط دمه بدمها. المشهد اللي باش يتشاف هو الحقيقة مشهد صادم، باش يتوجه مباشرة للكوجينة ويجبد سكينة. خبر يقلق ياسر، يقلب موازين برشا أمور، ينجم يقلب حياة برشا عباد. فكان مهدي مهموم، وكان كما قلت لك ولا معناها أغلبية السهرات يروح. Ha 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 ha!